بقول لك ايه يا حاج، جبت لك كاتل تشرب فيه الشاي براحتك بدل البراد بتاع النار اللي قرفك ده. الله 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 ده ايه الدلع ده يا حاج؟ هو النهارده يا جدع النهارده عيد ميلادي ايه ده؟ قول يا حاج عايز ايه؟ لا يا حاج، انا جايب لك عشان اطلب حاجه. يا حاج خلاص يا حاج، هو بس كان في حاجه بسيطه كده. ربنا معاك. الفاتوره بس بتاعت السوبر ماركت قلت للواد يسيبها ويبقى ليه الفلوس، قلت له الحاج لما يجي هيحاسبك. لا يا حاج، اذا كان على كده عادي يعني مقدور عليها، دي فاتوره السوبر ماركت يعني هتكون كام؟ ماشي يا حاج، انا هدخل الحمام. مالها دي؟ ايه ده يا حاج؟ دي فاتوره السوبر ماركت ولا معرض عربيات؟ ايه ده؟ وجات حاج عليا؟ خد يا حاج تعالي لي هنا. مالك يا زفتي في ايه؟ قالت لي يوما ما ستصبح فانزا. وبعدين يا حليلها؟ بقيت فانز ياما، البنت اتشهرت وكده كلمها عملت لي بلوكات من كل حته. انسى الحب ما عادش بتاعك ماما تحبها كده هتشيل. قوم معلش يا حبيبي، قوم قوم تعالى قوم اغسل المواعين، وهي تنسيك كل حاجه، تنسى كل حاجه في المواعين. تعالى. ايه ده؟ لا اسكتي، مش رجعنا انا وهي وكلمنا وخارجين كمان شويه، سيبيني في حالي بقى.